شهد حفل ختام الألعاب الأولى في أمريكا اللاتينية كارنفالا عملاقا أقيم في ملعب ماراكانا الأسطوري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، امتزجت فيه السامبا مع الألعاب النارية. واستمر الحفل نحو ساعتين ونصف الساعة، تركزت خلالها الأنظار على الكرسي الخالي من الرئيس بالوكالة ميشيل تامر الذي فضل قضاء عطلة نهاية الأسبوع في برازيليا، وحل محله رئيس الجمعية الوطنية رودريغو مايا. وحضر الحفل على الأقل 8 رؤساء دول وحكومات، بينهم رئيس الوزراء الياباني الذي ستنظم عاصمته طوكيو النسخة المقبلة في العام 2020، ونظيره المجري فيكتور أوربان المرشح عاصمته بودابست لاستضافة أولمبياد 2024. إنه الأمر مدهش، فعندما تشارك في الحفل الختامي للمرة الأولى تشعر أن كل الأنظار شخصة إليك. حقا إنه شعور فريد من نوعه. مرت الألعاب الأولمبية بطريقة أفضل مما كنا نتوقع. كنا نشعر بالقلق بعض الشيء، ولكن بفضل الله مر كل شيء على ما يرام. إنها لمناسبة جميلة وأهنئ المنظمين. وعلى غرار حفل الافتتاح، أخذت الموسيقى البرازيلية الحيز الأكبر من الحفل الذي شهد أيضا التقليد المعتاد في نهاية كل أولمبياد بتتويج الفائزين بسباق الماراثون من الرجال صبيحة اليوم الأخير من الألعاب.